لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل في طعن الرافضي على أبي بكر بعدم توريث فاطمة وتسميته خليفة. قال الرافضي: وخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم في توريث بنت النبي صلى الله عليه وسلم ومنعها فذكى وتسمى بخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير أن يستخلفه. قال: والجواب: أما الميراث فجميع المسلمين مع أبي بكر رضي الله عنه في ذلك، ما خلا بعض الشيعة، هم الرافضة الذين يقولون بتوريث فاطمة من الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل الأمة كل المسلمين بما فيهم الزيدية يقولون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن معشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. هذا الأمر مجمع عليه، لا نزاع فيه بين أهل السنة، وأكثر طوائف الشيعة يقرون ذلك أيضا. وقد بينا أن هذا من العلم الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن قول الرافضة باطل قطعا، لأن هذا رواه علي رضي الله عنه والعباس رضي الله عنه، وهما من الصح يعني من مستحقين للإرث لو كان هناك أي إرث، لأن اللي كان يرث النبي صلى الله عليه وسلم لو كان شخصا عاديا كان مين؟ كان بنته فاطمة التي بقيت، وعمه العباس، لأنه لم يترك أولادا ذكورا. يقول: وكذلك ما ذكر من فذك، فذك هذه كانت أيضا من الأوقاف التي أوقفها النبي صلى الله عليه وسلم على المسلم، فكان أبو بكر رضي الله عنه يقوم فيها بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعل ذلك عمر في أول خلافته، حتى جاءه العباس وعلي يطلبان أن تكون فذك تحت يعني تصرفهما كما يتصرف النبي صلى الله عليه وسلم. ليس هذا بمعنى التوريث، بل بمعنى القيام بالأمر كما كان يقوم به النبي عليه الصلاة والسلام، الوصاية على الوقف. وكان أمرهما جميع مجتمعان على ذلك، يرون أن يكون هما الأوصياء على هذا الوقف. فأخذ عمر عليهما العهد بأن يسير فيه بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، ففعل ذلك. ثم اختلف فيما بينهم، وأتى عمر رضي الله عنه كما ثبت ذلك في الحديث الذي رواه مسلم وغيره، اختلف فأقسم عمر أن لا يقضي بينهما، وقال: إما أن تفعل كما أخذتما العهد على ذلك، وإما أن تردها إلي، وأبى أن يفصل بينهم. حديث صحيح مسلم أن بل هو متفق عليه أن أبا أن عمر قال للعباس وعلي ذلك، واستنطقهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تركنا صدقة، نحن معشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة. وقال: اللهم نعم. تعلمان أن رسول الله قال ذلك؟ قال: اللهم نعم. وقع بين علي والعباس من ذلك يعني تغليظ، حتى أن العباس قال لعمر: اقضي بيني وبين هذا الظالم الغادر الآثم.
من دلاله على ابن أخيه يعني. يقول: والخلفاء بعد أبي بكر على هذا القول، وأبو بكر وعمر لم يتعلق من فدك ولا غيرها من العقار بشيء، ولا أعطي أهلهما من ذلك شيئا. يعني أبو بكر وعمر خدوا فدك دي، خدوها لنفسهم لأهليهم، ما فعلوا ذلك، وإنما كان يفعلان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أعطي بني هاشم أضعاف أضعاف ذلك، يعني هم أعطوهم من مال الفيء وخمس الغنيمة أضعاف أضعاف فدك، وذلك لأنهم يحرصون على ود أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ثم لو احتج محتج بأن عليا كان يمنع المال ابن عباس وغيره من بني هاشم، حتى أخذ ابن عباس بعض مال البصرة وذهب به، لم يكن الجواب عن علي إلا بأنه إمام عادل قاصد للحق لا يتهم في ذلك. عايز يقول إن إيه؟ إن علي رضي الله عنه كان يجتهد في عطايا أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وقرابته. ابن عباس رضي الله عنه كان يرى له حقا زائدا في ذلك، وعلي رضي الله عنه كان يشدد في هذا الأمر رغم أنه مع أهل البيت، لكن كان يحتاط حيطة شديدة. يقول هذا الجواب عنه إيه؟ إن علي رضي الله عنه عادل، إمام عادل قاصد للحق فلا يتهم، كما يقال هذا عن أبي بكر رضي الله عنه. يقول: هذا الجواب هو في حق أبي بكر رضي الله عنه بطريق الأولى والأحرى، وأبو بكر أعظم محبة لفاطمة ومراعاة لها من علي لابن عباس، وابن عباس بعلي أشبه من فاطمة بأبي بكر، يعني أقرب له. فإن فضل أبي بكر على فاطمة أعظم من فضل علي على ابن عباس، يعني إحسان أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم الذي أقر به النبي عليه الصلاة والسلام أعظم إقرار قبل وفاته بخمس. هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. ولذلك يقولون فضله على فاطمة، وكذلك فضله على يعني سائر الأمة، يقول أفضل من فضل علي على ابن عباس، لأن ابن عباس له منزلة عظيمة. قال: وأما تسميته بخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن المسلمين قد سموه بذلك، فإن كان الخليفة هو المستخلف كما ادعاه هذا، بيقول الرسول ما قالش ده خليفتي، لم يستخلفه، وقلنا الراجح أصلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، وإنما ترك الأمر شورى بين المسلمين. لا يلزم أن يكون الخليفة هو الذي استخلف، وإنما كل من تولى هذا المنصب على الأمة فإنه يسمى بالخليفة، لأنه خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في القيام على أمر أمته. يقول: فإن المسلمين سموه ذلك، فإن كان الخليفة هو المستخلف كما ادعاه هذا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استخلف، كما يقول ذلك من يقوله من أهل السنة، إن بعض أهل السنة بيجعل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه الذي توفي فيه، وخطبته الجمعة التي لم يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بثلاثة أيام، وشهادته له على الملأ، كل ذلك قالوا أنه نوع استخلاف. وجمهور أهل السنة يقولون: بل رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، وإنما اختاره المسلمون وعينوه خليفة. الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى ذلك،
لكن لم يستخلف. يقول ايه يقول لو هو الخليفة المستخلف يبقى اكيد الرسول هو اللي استخلفه، كما يقول ذلك من يقولون اهل السنة، وان ده خطأ. وان كان الخليفة هو الذي خلف غيره، وان كان لم يستخلفه ذلك الغير، وده الصح كما يقوله الجمهور، لم يحتج في هذا الاسم الى الاستخلاف. قال والاستعمال الموجود في الكتاب والسنة يدل على ان هذا الاسم لخليفة يتناول كل من خلف غيره سواء استخلفه او لم يستخلفه، كقوله تعالى ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون. فهذا لم يكونوا مستخلفين ممن قبلهم، بل الله الذي جعلهم يخلفون قومهم في عمارة الارض. قال فصل في طعن الرافضية على عمر بكلامه عند احتضاره. قال الرافضي ومنها ما رووه عن عمر، روى ابو نعيم الحافظ في كتاب حلية الاولياء انه قال لما احتضر عمر، قال لما احتضر يا ليتني كنت كبشا لقومي فسمنوني ما بدا لهم ثم جاءهم احب قومهم اليهم فذبحوني فجعلوا نصفي شواء ونصفي قديدا فاكلوني فاكون عذرا ولا اكون بشرا. حاجه تقرف في الكذب، حاجه والله عالم يعني لم يرى مثلهم في الكذب، بيقعدوا يالفهم. يقول وهل هذا الا مساو لقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. قال وقال لابن عباس عند احتضاره لو ان لي ملء الارض ذهبا ومثله معه لافتديت به نفسي من هول المطلع، رضي الله عنه. دي صحيحه وثبت، وهذا يدل على شده خوفي من الله وتواضعه رغم حسن عمله وجهاده مع الرسول صلى الله عليه وسلم وثناء الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، ومع ذلك يقول هذا مبشر بالجنة. ودي فضيلة له مش مذمة. أما بتاعت عزرة بقى وذبحوني وهو بقى مطعون هيقعد يتكلم هم هيعملوش مشوي نص ومسلوق نص، يعني واحد مطعون مقبل على الموت عمال يتكلم على ان هيتشوى نص ويتعمل نص، حاجة سخيفة. صحيح كله. نسأل الله العافية. يقول وهذا مثل قوله ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب. وهذا ليس من الذين ظلموا، لكن لو خير بأنه لا يشهد هول المطلع يوم القيامة وكان له ذلك لفعل. يقول فلينظر المنصف العاقل قول الرجلين عند احتضارهما وقول علي متى ألقى الأحبة محمدا وحزبه متى ألقاها حتى يبعث أشقاها. وقوله حين قتله ابن ملجم فزت رب الكعبة. والجواب أنها في هذا الكلام من الجهالة ما يدل على فرط جهل قائله، وذلك أن ما ذكره عن علي قد نقل مثله عمن هو دون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، بل نقل مثله عمن يكفر علي بن أبي طالب من الخوارج. يقول فزت يعني سعد آخر كلمة يقولها، كقول بلال عتيق أبي بكر عند الاحتضار وامرأته تقول وحرباه، عشان بيحتضر يعني ده كأن احنا في حرب وحالة سيئة، وهو يقول وطرباه غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه. وكان عمر قد دعا لما عارضوه في قسمة الأرض، كان بلال عايز يقسم الأرض المغنومة
وعمر رضي الله عنه أوقفها وقفا وجعلها أرضا خراجية، قسم المنقول وترك الأرض المغنومة وقف على آخر المسلمين. يقول فكان بلال يعارضه فقال اللهم اكفني بلالا وذويه، فما حال الحول وفيهم عين تطرف تطرف. مات بلال ومات عشان سيدنا عمر قال اللهم اكفني بلالا وذويه. وروى ابو نعيم في الحليه عن مشهور جدا عن عبد الرحمن بن غنم عن الحارث ابن عمير قال طعن معاذ وابو عبيده وشرحبيل بن حسنه وابو مالك الاشعري في يوم واحد، يعني اصابهم الطاعون، طاعون عمواس اللي ماتوا فيه ده، طعنوا في يوم واحد، اصابهم الطاعون في يوم واحد. فقال معاذ انه رحمه من ربكم ودعوه نبيكم وقبض الصالحين قبلكم، اللهم آت آل معاذ النصيب الأوفر من هذه الرحمة. فما أمسى حتى طعن ابنه عبد الرحمن بكره، أو ابنه البكر الذي كان يكنى به وأحب الخلق إليه، فرجع من المسجد فوجده مكروبا، فقال يا عبد الرحمن كيف أنت؟ قال يا أبتي الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. قال وإن إن شاء الله وأنا إن شاء الله ستجدني من الصابرين، فأمسكه ليلة ثم دفنه من الغد. ثم وطعن معاذ فقال حين اشتد به النزع نزع الموت فنزع نزعا لم ينزعه أحد، وكان كلما أفاق فتح طرفه وقال رب اخنقني خنقك فوعزتك إنك لتعلم أن قلبي يحبك. وكذلك قوله فزت رب الكعبة، قد قالها من هو دون علي، قالها عامر بن فهيرة مولى أبي بكر الصديق لما قتل يوم بئر معونة، وكان قد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مع سرية قبل نجد. قال العلماء بالسير طعنه جبار بن سلمى فأنفذه، فقال عامر فزت والله، فقال جبار ما قوله فزت والله؟ قال عروة بن الزبير يرون أن الملائكة دفنته. يعني اللي بيقتله مستغرب، هو اللي يفوز فاز على ايه ده انا قتلته، استغرب ان هو ايه انه يقول ذلك. وشبيب الخارجي لما طعن دخل في الطعنة وجعل يقول وعجلت اليك ربي لترضى، طعنوه ده طعن رمح بقى، فراح جاي داخل اكتر ويقول ايه وعجلت اليك ربي لترضى. وهم خوارج مبتدعين، يعني الكلام ده لا يلزم منه ان الانسان يكون ايه على حق او على باطل، ولكن اهل الخير اذا كان كلا يعني سيرتهم على الخير فقالوا ذلك ساعة الاحتضار، كان ذلك من علامات حسن الخاتمة. يقول واعرف شخصا من اصحابنا، ده ابن تيمية اللي بيقول لما حضرته الوفاة جعل يقول حبيبي ها قد جئتك حتى خرجت نفسه، ومثل هذا كثير. وأما خوف عمر وخشيته من الله لكمال علمه فإن الله تعالى يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، رواه النسائي وأحمد. وأما قول الرافضي وهل هذا إلا مساوٍ لقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، فهذا جهل منه، فإن الكافر يقول ذلك يوم القيامة حين لا تقبل توبته ولا تنفع حسنة. وأما من يقول ذلك في الدنيا
فهذا يقوله في دار العمل على وجه الخشية لله، فيثاب على خوفه من الله. وقد قالت مريم: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ولم يكن هذا كتمني الموت يوم القيامة، ولا يجعل هذا كقول أهل النار: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. وكذلك قول: ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فهذا إخبار عن حالهم يوم القيامة حين لا ينفع توبة ولا خشية. وأما في الدنيا فالعبد إذا خاف ربه كان خوفه مما يثيبه الله عليه، كان خوفه مما يثيبه الله عليه، يعني يأخذ ثواب على هذا الخوف. فمن خاف الله في الدنيا أمنه يوم القيامة، ومن جعل خوف المؤمن من ربه في الدنيا كخوف الكافر في الآخرة فهو كمن جعل الظلمات والنور والظل كالحرور، فهو كمن جعل الظلمات كالنور والظل كالحرور والأحياء كالأموات. نسأل الله العافية، نعوذ بالله من النار، ونسأل الله الجنة أن يلحقنا بالصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.